يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لفظة الإله وكذلك الرب اسم لله أو صفة؟ نعم. هل لفظة الإله هذه أسماء وصفات؟ أسماء وصفات، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه يلزم من كل اسم لله يخرج منه صفة. العليم فيه العلم، القدير فيه القدرة، كل اسم فإنه يتضمن صفة، نعم.